بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله اوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الرسالة الفضائية في لقاء متجدد من يستفتونك، والذي نعرض خلال حلقاته أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن سعد المطوع، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. حياكم الله دكتور راشد. يا أهلا وسهلا أخي ياسر، وحيا الأخوة المشاهدين الأكارم والأخوات المشاهدات الكريمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء موفقا مباركا على الجميع، إنه أكرم مسؤول. اللهم آمين. أنتم مشاهدينا الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. مرحبا بالجميع، ونبدأ هذه الحلقة بأمل من السعودية. تفضلي يا أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا الطهر من الحيض عندي مضطرب، الجفاف ما يحصل لي، والقصة البيضاء مرات تتأخر أو مرات ما تنزل، والصفرة تستمر الأحيان ل 15 يوم أو أكثر وهي خفيفة، بعدين تنزل علي إفرازات نفافة وأحيانا يعاودني الصفرة وأحيانا ما تعاودني، ماذا أفعل؟ والسؤال الثاني، هل الصلوات اللي أنا ماني متيقن هل صهرت أو لا أقضيها؟ طيب أمل، أولا أنت تقولين أن الجفاف لا يحدث، الجفاف ولا كيف؟ أيوه الجفاف ما يحدث، ما يحدث، ولا القصة البيضاء؟ والقصة البيضاء أحيانا تجي وأحيانا تتأخر وأحيانا ما. طيب إذا كيف تعرفين الطهر؟ كيف هي يعني، ما هي علامة الطهر بالنسبة إليك؟ أنا أشوف إفرازات الشفاقة اللي يقولونها. طيب هل إذا مضت 7 أيام يبقى الحيض في استمراره؟ لا، الدم ينقطع بس أحيانا تقطعت. طيب وتسألين يعني إذا مضت 7 أيام ولا زال يعني لم تظهر إحدى علامات الطهر، ماذا أصنع بشأن الصلاة؟ أيوه. طيب في سؤالك الثاني ما هو؟ السؤال الثاني، اللي الصلوات اللي أنا ماني متيقنة هل أنا طاهرة أو لا من الحيض أقضيها؟ يعني امتداد السؤال الأول بالنسبة للصلوات في حال تردد وجود العذر أم عدمه. طيب تسمعي الإجابات إن شاء الله يا أمل، بارك الله فيك. أم عمر من السعودية، تفضلي أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ياسر الله يسعدك، أنا سألتك عن شوالي اللي أنا كسرت اليمين، وقلت وقال الشيخ تستاذنها، قال الشيخ تستاذنها، وأنا يوم قلت الحكمة اللي حلفت وحلفت قلت أنا تكفر عنك، وهي ساكتة، لا قالت هي ساكتة ولا مستحية هذه اللي رحى بعد استاذن، هي ساكتة لا قالت إيه ولا قالت لا، توحى فيها ولا مدري أنا بعد أزيد استاذنها مستحية ولا أكفر وبس، وهي جالسية قلت أنا بكفر عنك. طيب أنت يوم استاذنتها يوم عمر هل أذنت؟ هي جالسة وقلت وحلفت على حرمة ثانية أنا تعلمتك، لكن يا الشيخ قال استاذنها، أنا استاذنتها. استاذنتها ولا ما استاذنتها؟ قلت أنا بكفر عنك وسكتت، لا قالت إيه ولا قالت لا، بعدين أنا مستحية أتردد بعد أزيد أسألها، بعد شوفني مع الشيخ وشفتيني فيه. طيب اسكتت. طيب يعني تكرار السؤال ليس له يعني، الآن واضح الإجابة أنك تستأذني تلك الحانثة في حلفها، فإلا يعني فإن أذنت فتكفرين عنها، وإن لم تأذن تكفر هي بنفسها. هي ما تقول جزاك الله خير ولا هي ساكتة حبيبي. كري عليها، مو مشكلة، كري عليها. أيوة شكرا جزاك الله. لا بس أنا ما أتعدى على إجابة الشيخ، لكن أقول يعني الشيخ لن يعطيك إجابة مثل ما جاب عليك الشيخ السابق. أيوه أنت نبت عن الشيخ خلاص. أنا ما أجاب، أنا لا أجيب، أنا فقط أنا أقول كري عليها. والله أني مغر حي عاد منها وأنا وينت. أسأل الله أن يكتب لك الأجر يا أم عمر. لي على هجر هذه كفارة الأميرة إن شاء الله سأل الشيخ. طيب بسأل عنها الموضوع هذا إن شاء الله. الأخت حريصة على الخير. هي نعم حريصة على الخير، بارك الله فيك يا أم عمر حفظك الله. أم علي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي السؤال الأول. السؤال الأول في الصلاة الرباعية، أنا بعد التشهد الأول لما تقوم للركعة الثالثة ما بكبر،
تكبيرة الانتقال بعد أقيف وأرفع يديني وأكبر، هل جائز كذا الفعل ولا ما يجوز؟ بعد التشهد الأول وأنت ذاهبة إلى الركعة الثالثة ماذا يعني؟ نعم. لا ترفعين يدك؟ ما أكبر ولا أرفع يدي بعد أقيف، حتى أكبر وأرفع. بس يعني تنطقين فقط الله أكبر؟ لا ما أنطق. يعني تنتقلين مباشرة وتشرعين في الفاتحة؟ لا أقيف وأكبر وأرفع يديني حتى أشرح للفاتحة للرجعة الثالثة. طيب لعل الشيخ يجيب يعني من أراد أن من انتهى من التشهد الثاني وأراد أن يذهب إلى الركعة الثالثة، فمتى يكون تكون تكبيرة الانتقال ومتى ورفع الأيادي معاه؟ أبشري ورفع اليد. أبشري أبشري. أيوة. السؤال الثاني، أنا في الصلاة الجهرية كل الأذكار بقولها سرية ما عدا القراءة بجهر فيها، هل فعلي جاي؟ رفع يعني الجهر بالصلوات الجهرية للمرأة؟ لا، الجهر بالأذكار والتكبيرات كلها بسير فيها ما عدا بس القراءة فقط بجهر بها. قراءة القرآن بس فقط بكهربة، باقي تكبيرة الإحرام والتكبيرات والأذكار كله بسير، ما عارفة هل فعله صحيح أم قراءة القرآن في الصلاة الجهرية فقط بس من دون تكبيرات. طيب والأذكار. طيب كلها تكون سير. طيب واضح السؤال، جزاك الله شكرا لك يا أم علي. العنود من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل إن شاء الله حنا بنعتمر ومعنا محرم واحد، فبننقسم قسمين عشان الأطفال، معنا أطفال، عادي يعني أني أعتمر الحالي مو معاي المحرم ولا يعني أنه يخلص مع المجموعة الأولى ويجي معاي؟ طيب شكرا لك يا لانو، تسمع الإجابة إن شاء الله. علي من السعودية تفضل. الله يجزيك فضلك، يعطيك العافية. الله يعافيك علي، تفضل. الله يجزيك فضلك، أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضل، ما هو سؤالك؟ سؤالي عندي الوالدة الله يعطيك العافية تلبس يعني، يا أبوي توفي الله يرحمه، ف يعني سمعت إن الشيخ قال إنها حتى الساعة تعتبر من الحلي، فهذا صحيح يعني يا شيخ ولا لا؟ حتى إيش؟ إن الساعة تعتبر من الحلي بالنسبة للمرأة يعني اللي في العدة. ايه في العدة. ايه ايه يعني لبس الساعة بالنسبة للمرأة التي في العدة. ايه. طيب سؤال ثاني علي. تسلم ما قصر. بارك الله فيك، رحم الله ميتك. ام عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابي اسأل الشيخ لو سمحت، هل يجوز لبس الكمامة في العمرة؟ لان عندي النظر شوي يعني ضعيف، لما البس الغطوة وزي كذا او لا ما اشوف يعني زي كذا. طيب الكمامة. طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا ام عبد الله، شكرا لجميع المتصلين، حياكم الله شيخنا مجددا. ونبدا هذه الحلقة بسؤال امل، تقول ان اذا انقضت 7 ايام، اذا انقضت 7 ايام من العذر الشرعي، تقول علامات الطهر لا تاتي او لا تتبين لي بشكل كامل ما بين الجفاف والقصة البيضاء، وتأتي هناك تقطعات وأجلكم الله إفرازات، فتسأل ماذا أصنع؟ هل أستمر في تركيل الصلاة أم أصلي؟ وإن كان وإذا صليت في تلك الفترة وكان ليس علي صلاة، فهل أو لم أصلي وعلي صلاة، هل أقضي تلك الصلوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل مولاي عز وجل أن يختمنا جميعا بخير ونجعلنا من أهل الخير، وأن يجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا جميعا علما وعملا وتوفيقا ورشادا وسدادا وسعادة في أمر الدارين، إنه جواد كريم. أخي ياسر، لما سألت الأخت الكريمة قبل قليل قلت هل تنقطع الدورة بعد مرور 7 أيام؟ قالت نعم، وإذا كان الأمر كذلك بأن دورتها تنقطع وترى الجفاف التام، فبهذا قد إيش؟ قد طهرت. لا تقول لا ترى الجفاف. الحق سؤالها إجابتها مترددة، أنت لما سألت في تفاصيل سؤال يا سلمك الله قلت كيف تعرفين يعني طهرك؟ قالت أنني إذا انقطعت 7 يكون هناك جفاف تام. إذا كان الأمر كذلك فهي الحمد لله، متى ما رأت الجفاف التام لو لم ترى القصة فهي قد إيش؟ قد طهرت. لكن إذا كان الدم مستمر معها استمرارا طويلا
حتى أنها كما تذكر يزيد عن 15 يوما، فهذا لا شك أنه إيش استحاضة. إذا كان الدم مستمر يعني استمرارا بالغا ولا ينقطع البتة، فلا شك أن هذا استم دموي يشتم استحاضة. ولكن يقول أخي ياسر، إذا استرابت الأخوات الكريمات في وضعهن من ناحية هذه الدورة الشهرية والحيض، فأنا أرى أنها تستشيرها لهيش الاختصاص في هذا طبيب على الطب. نعم على الطب، فالأطباء يميزون بخبرتهم وما لديهم من علم بين ما هو استحاضة وبين ما هو إيش حيض، بين ما هو حيض. فما تراه الطبيبة في هذا فهي الأدرى والأعلم بطبيعة المرأة، وهي المطلعة على واقعها. أخي ياسر قلت لك الفقهاء خاضوا كثيرا في باب الحيض والنفاس، واضطربوا كثيرا لأنهم أرجعوا كثيرا من مسائله للعرف والعادة، ولأن كثير من مسائل النساء في الدماء ليس فيها نص الحقيقة، فأرجعوا كثيرا منها للعرف والعادة. لكنني أقول الحقيقة الأولى في مثل هذا أن يرجع في ذلك الأهل إيش اختصاص على الطب، فهم أولى ومقدمون على العرف والعادة الحقيقة، لأن عوائد النساء في مثل هذا تختلف الحقيقة. فمن النساء من تحيض سبع، ومنهم من تحيض إيش عشر، ومنهم من تحيض ثمان أيام وهكذا. ففي نظري أن المرد في هذا إلى أهل إيش الاختصاص. فإذا كانت هذه الأخت الكريمة تجد شيئا من الاضطراب أو اضطرابا بالغا في معرفتها لعادتها الشهرية، فالأولى أن ترجع إلى الاختصاص وتستشيرهم في هذا، وما قضوا فهو الواجب عليه. أما ما سأت عن الصلاة فهو تبعا وطبقا لواقعها وحالها، والله تعالى أعلم. أم عمر أرادت أن تكفر عن امرأة حنثت في حلفها، أن تتبرأ لها بكفارة اليمين، سألتها لم تجب، فقلت لها كري عليها إن شاء الله، ممكن يعني لأنها يعني سألت هنا في هذا البرنامج، وقال لها الشيخ استأذني من تلك المرأة التي تريدين أن تكفري عنها، فسألتها ولم يعني لم تعطيها إجابة واضحة، فاستحت أن تسأل مرة ثانية، فقلت لها كري، لكنها سألت هل يؤجر من قام بالكفارة عن أخيه المسلم وتكفل بدفعها. أولا أخي ياسر، هذه الأخت الكريمة يبدو أنها حريصة على حقيقة، وهي حريصة أن تقوم بهذا العمل، وهو أن تكفر عن من حنثت في يمينه، وهي على خير عظيم الحقيقة. وهذا وإن دل على حرصها وعلى يعني بغيتها للثواب والأجر من الله عز وجل، ولكن كما هو معلوم لا بد من إذن من حنث في ذلك قبل أن تكفر. تكفر. ما دام أنها لم تأذن لها أخي ياسر أو سكتت، فإنها لم تأذن لها حقيقة، فلا ينبغي لها أن تكفر عنها وهي لم تأذن أو سكتت حقيقة. لذلك أخي ياسر هي على خير الحمد لله، حتى لو لم يش تأذن لها، لأن من عزم على خير ومنعه من ذلك الخير مانع غير تلقاء نفسه فقد كتب له ذلك إيش ذلك الأجر والخير. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأيضا كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح إيش مقيم. ولذلك الإنسان المسلم إذا المؤمن إذا عزم على خير وعلى عبادة وعلى طاعة ومنعه من ذلك المانع حائل ليس من تلقاء نفسه، فقد كتب الله عز وجل له إيش أجره في هذا من عظيم منته جل وعلا وعظيم كرمه سبحانه وتعالى على عباده. وذلك قل أخت الكريمة قبل قليل، أولا أنت على خير في حرصك على ذلك الخير، فإن أذنت فلك ذلك وأنت فامضي فيما أقدمت عليه من خير، وإن لم تأذن فأنت مأجورة إيش بذلك العزم وتلك النية وذلك الإلحاح في أن تكفري عما حنثت فيه، والله تعالى أعلم. نعم. هنا سؤال من الأخ أبي عبد الملك يقول: اشتريت جهازا من أحد المواقع وأعدته إليهم وأعادوا لي المبلغ ناقصا، فرفعت شكوى فسحبوا المبلغ وأعادوا لي كاملا، ثم بعد فترة أعادوا لي المبلغ مرة أخرى، يعني أصبح الآن لديه دبل القيمة، يعني لديه الآن أعادوا له مبلغ كامل وأعادوا له نفس المبلغ مرة أخرى. اتصلت بهم وابلغتهم فراجعوا النظام ويقولون لا نطلبك شيئا وليس لك في النظام أي مطالبات، وأنا أريد إبراء ذمتي، فما العمل؟ الحقيقة أخي ياسر يبدو بينه وبين أصحاب الموقع شيء من النزاع في مسألة رده، وثم بعد ذلك سمي هذا النزاع بأن ردوا إليه المبلغ ورد إليهم
ذلك الجهاز. ثم عادوا اي نعم. اخي ياسر اذا راجعوا في هذا المبلغ وابلغهم بان هذا المبلغ قد زاد عن قيمه ايش الجهاز واربروه في ذلك فقد برئت ايش ذمته والله تعالى اعلم. لكن لابد ان يبلغهم بان قد تحصل له مبلغ يزيد عن قيمه ايش قيمه الجهاز، لان قد تكون هذه حواله يعني تمت من خلال النظام بطريق ايش طريق الخطا. لكن اذا ابلغهم بان هذا المبلغ يعني كان حوالته من قبلكم ايها يعني المتجر صاحب هذا الجهاز وثم بعد ذلك ابرؤوه فالحق لهم، فان ابرؤوه فقد برئت ايش ذمته. لكن لابد ان يبلغهم به هو بمثل هذا. اي نعم هو يقول لا يعلمون بهذا فيما يظهر لي، يقول لا نطلبك شيء وليس لك في النظام اي مطالبه. هو على كل حال اخي ياسر هو يبلغهم بهذا، فان لم يعلموا فقد اعلمهم. أيوة. فلهم الحق ان يستردوا هذا، ولو يجب عليه ان يرد لهم ايش ذلك المبلغ الذي زاد عن قيمه ذلك الجهاز. ان ابلغهم بتفاصيل هذه الحواله وانها من قبلهم وانهم يعني هذا حق لهم فابرؤوا في ذلك فقد ذمته ايش قد برئت بهذا الابراء والله تعالى. ويحق لهم مبلغ الزائد ما دام انها ابلغهم. أي نعم. وابرؤوه قال يعني نحن لا نطالبك في شيء. نعم. حينئذ قد برئت ايش نعم. ذمته الحق لهم. أين. لكن أخي ياسر يتأكد هل هذه الحوالة من قبل هذا المتجر أو لا؟ إذا المسألة يعني يريد لها تأكيد مرة أخرى. أي نعم أي نعم. أخي ياسر يتأكد أيضا هل هذه الحوالة من قبل هذا المتجر أو لا؟ ربما تكون حوالة خاطئة من جهة إيش؟ أخرى. من جهة أخرى هذا أمر آخر. ولذلك يراجع المصرف أو يراجع التطبيقات الخاصة بالمصرف ويتأكد مصدر الحوالة، فإذا كان مصدرها من قبل هذه الشركة التي باعت عليه هذا الجهاز وأبرأت فقد ذمته برئت إيش؟ الحمد لله. أما إذا كانت من طرف آخر فهذا أمر إيش؟ هذا أمر آخر عليه يراجع المصرف وأن يرى الجهة التي قد إيش أحالت له هذا المبلغ ثم إيش إما يعيد المبلغ ويستبرئ من هذه الجهة جراء حوالة هذا المبلغ. لأن بعض الإخوة أخي ياسر يظن أن كل من يحال إليه في حسابه الخاص فقد إيش استحله، وهذا لا يشرع أخي ياسر. تعرف أن الحوالات المصرفية يحدث فيها شيء من أخطاء. قيود مصرفية أو حوالة إما برمز أو قيد مصرفي فيه شيء من الخطأ أو ما شابه ذلك، هذا لا يحل الإنسان أن يستخدمه حتى وإن أودع في حسابه، إلا أن يراجع من أحاله عليه ثم يبرئه في ذلك فقد برئت ذمته حينئذ والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أم علي تسأل عند الانتقال من التشهد الأول إلى الركعة الرابعة كيف تكون التكبيرة رفع اليد ونطق التكبيرة أيضا؟ أولا يقال أخي ياسر جميع التكبيرات في الصلاة غير تكبيرة الإحرام هي من واجبات الصلاة. يعني ما يتعلق بتكبيرة الانتقال للركوع، بالتكبير الانتقال للسجود، التكبير للجلسة بين السجدتين، كل هذه من واجبات إيش؟ واجبات الصلاة. ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة. هذا أمر. والواجب ماذا يجب تجاه نسيانه يا أخي ياسر؟ يسقط ويلزم حينئذ المصلي سجود السهو في آخر صلاته. عدا تكبيرة الإحرام. هذا ما عدا تكبيرة الإحرام هي ركن. ركن. تقدم منها ركن. لكن الحديث هنا عن الواجب. عن الواجب. عن الواجب. فإذا لم أما تكبيرة الإحرام إذا لم تأتي بها لم تعقد إيش تنعقد صلاتها. أيه. صلاته غير صحيحة ابتداء. لكن نتكلم عن التكبيرات الأخرى غير إيش غير تكبيرة الإحرام فهي واجب من واجبات الصلاة. فإذا نسيت هذه التكبيرة نسيانا أو غفلة أو جهلا فإنها تسقط ويلزم حينئذ إيش سجود السهو في آخر صلاتها. ثم نقول رفع اليدين شأن والتكبير شأن إيش آخر. بمعنى أخي ياسر لو أن مصل جاء يكبر الصلاة وقال الله أكبر ولم يرفع إيش يديه تكبيرة الإحرام صلاته صحيحة؟ الله أعلم. صلاته صحيحة. لكنه ترك سنة رفع اليدين مع مع التكبير. حتى في تكبيرة الإحرام. حتى في تكبيرة الإحرام. أيه. بعض الناس يخلط بين رفع اليدين في التكبير والنطق وبين التكبير. أيه. الواجب في التكبيرات الانتقال هو النطق بالتكبير. والركنية في تكبيرة الإحرام هو النطق بالتكبير. بالتكبير. يقول الله أكبر دون أن يرفع يديه. رفع اليدين ماذا؟ سنة. أيه. سواء مع تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات. طيب ما هو المواطن أو ما هي المواطن التي يشرع للمسلم أن يرفع يديه مع التكبير فيها؟ أربع مواطن أخي ياسر. أي نعم. كما جاء في حديث ابن عمر عند مسلم عند تكبيرة الإحرام عند الهم بالركوع وعند الرفع من الركوع
وكذلك عند القيام من التشهد إيش؟ الأول. الأول. هذه أربع مواطن يسن للمسلم حال صلاته أن يرفع يديه مع التكبير أو الانتقال فيها. متى يكون يا شيخنا؟ كما ذكرت إذا استوت قائمة. إذا استوى المصلي إذا استوى قائما نعم إيه. استوى قائما فإنه يرفع يعني إذا قال الله أكبر ناهضا من تشهدي الأول استوى قائما الله أكبر هكذا إيه. أو سمع الله لمن حمده كذلك عند تكبيرة إيش الإحرام فالشأن أخي هذا التفريق بين النطق بالتكبير أو التسميع وبين رفع اليدين في مع التكبير أو التسميع فجميع التكبيرات أي النفض أي النطق بالتكبير واجبة تكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها إيش ركن أما رفع اليدين معها فإنها كلها إيش على سبيل الاستحباب والسنية والأربع مواطن كما أسلفت تبينا وتفصيلا وتأكيدا عند تكبيرة الإحرام عند الهم بالركوع عند الرفع منه عند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنا ذكرت بعد التشهد القيام للركعة الرابعة أنا قلت خطأ الركعة الرابعة الركعة الثانية التشهد الأول التشهد الأول التشهد الأول يكون بعد الركعة الثانية الانتهاء منه ينتقل الركعة الثالثة أنا ذكرت الرابعة بالخطأ هي الثالثة ربما يكون بقي ركعتين في الرباعية أو ركعة واحدة في الثلاثية نعم. تقول أنها في الصلاة الجهرية تسر بجميع الأذكار تقرأها سرا إلا قراءة القرآن الفاتحة وما تيسر هو هذا هو المشروع أخي ياسر المشروع في الصلوات الجهرية أن تجهر بقراءتها فحسب أما ما عدا ذلك فإنها لا تجهر به إنما تأتي به بقدر أن تسمع نفسها نعم. لأن الناس في هذا على طرفي نقيض أخي ياسر بعض الناس يرفع صلاة صوته بأذكاره حتى يؤذي من بجانبه وهذا خطأ وكذلك البعض ربما أنه يخفض إيش صوته بحيث أنه لا يحرك إيش شفتيه وهذا لم يأتي بالقدر إيش الواجب وكلا طرف الأمر خطأ وكلا طرف الأمر ذميم فعليه فالمسلم أن يأتي بأذكار الصلاة محركا بها شفتيه يسمع بها إيش نفسه أما الجهر فهو يتعلق بقراءة في الصلاة سواء كان ذلك يتعلق بالفاتحة أو بقراءة ما تيسر ثم الجهر بالقراءة في الصلاة يكون في الركعتين الأوليين منها أي نعم. دون غيرها من الركعات سواء الثالثة في الثلاثية أو الرابعة في الرباعية والله تعالى أعلم المرأة تجهر إن أرادت أن تجهر ما لم يكن ذلك بحضرة رجال أجانب فلها ذلك لها ذلك والله تعالى أعلم العنود يعني بعض النساء تقول أنني أن الجهر في صلاتي يعينني على الخشوع صحيح. الخشوع لها ذلك لها ذلك ما لم يكن ذلك بمحضر من رجال إيش أجانب والله تعالى أعلم العنود ستعتمر مع مجموعة من أقاربها من أهلها ومعهم محرم وعند الوصول إلى مكة سينقسمون إلى قسمين لأجل الأطفال يعني قسم يعني يبقون الأطفال معهم وقسم يعتمر هل هي تذهب من الفندق إلى الحرم تعتمر دون محرم أم أن أيضا المحرم يكون موجود حتى في أداء العمرة أخي ياسر عندما اشترط أهل العلم كما جاء بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وجود المحرم في الحج والعمرة يقصدون به في السفر إلى الحج والعمرة أيه. ليس الإقامة أيه. يعني بمعنى أن هذه الأخت الكريمة تقول سيسافر معنى إيش محرم لكن عندما نقيم في مكة في الفندق الذي سنقيم فيه سيذهب شق من نحن كجماعة لأداء العمرة وشق آخر يبقى والذي سيبقى سيكون معه المحرم فحينئذ لا يلزم يرافق المحرم في عمرتها إنما يرافقها في سفرها نعم. لذلك يعني فعلها صحيح ولا بأس الحمد لله. أن تعتمر والحالة هذه من غير ما أن يكون برفقتها وإلا هي معها في سفرها إيش محرم نعم علي يسأل عن لبس الساعة بالنسبة للمرأة التي في العدة أخي ياسر في نظري أن الساعة في أصلها ليست للحلي الساعة ما المقصود منها ابتداء أخي ياسر معرفة الوقت ما لم تكن تلك الساعة من قبيل إيش الزينة الحلي والزينة أي. كان تكون بعض الساعات مثلا من الألماس مثلا أو من الذهب يدخل فيها الزينة يا شيخ كيف يدخل فيها الزينة أنا أقول هكذا أي. إذا كان تعرف أخي ياسر أن الأصل في الساعة لا تراد للزينة أي. الأصل هذا استخدام الساعة أي. أنها لا تراد للزينة ومعلوم بأن التي في الحداد تنهى عن الزينة
فإذا كانت ساعة بسيطة المراد منها إيش غرض معرفة الوقت فلا يظهر لي فيها بأس والله تعالى. لكن هناك بعض الساعات لا تلبس لغرض الزينة أخي ياسر، عفوا لغرض معرفة الوقت، إنما لغرض إيش؟ الوقت والزينة. الزينة أيه. الزينة حتى أن بعض النساء ربما تخدم لا تعمل أي نعم، ربما حتى لو قلت لك كم ساعة تقول ساعتي لا تعمل لكن تلبسها أمام إيش؟ النساء للزينة وتكون مبلغها ربما يعني مبلغها عالي ربما من الألماس ومن الذهب، فهذه حينئذ إيش؟ تكون للزينة فتنهى عنها إيش؟ المحادة المحادة. أما إذا كانت الساعة بسيطة أخي ياسر أو ذكية أو ذكية، هذه ساعة معروفة أن إيه. الإنسان سواء رجال أو نساء يستخدمها للوقت ما لم يراد به إيش التزين إيه. التزين، وهذا تعرفه النساء أخي ياسر، حتى بعض النساء عندها نوع من الساعات للزينة والمناسبات للمناسبات. وعندها نوع من الساعات للاستخدام اليومي إيه. الذي ليس لا يراد به صحيح. الزينة هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. نعم. أم عبد الله تسأل عن أيضا نبقى فيما يتعلق بموضوع العمرة، لبس الكمامة للمرأة التي تريد العمرة. والله أخي ياسر الحقيقة يعني جاء في الحديث أن المرأة لا المحرمة لا تنتقب ولا تلبس إيش القفازين، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أخي ياسر بأن الكمام ليس من إيش ليس من النقاب في شيء، لكن أيضا يجب عليها الحقيقة أيضا مسألة الإحرام أيضا هنا مسألة أخي ياسر، يعني هل يعني إحرام المرأة في وجهها أخي ياسر بمعنى هل يجب على المرأة أن تكشف وجهها ابتداء في حال إحرامها؟ يعني على كل حال هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، بمعنى هل المرأة يجب عليها حتى عند عدم الرجال الأجانب أن تكشف إيش عن وجهها؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب والله تعالى على أخي ياسر أن المرأة يعني لا يجب عليها أن تكشف وجهها حتى في عدم حضرة الرجال إيش الأجانب. لذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم إذا لبست الكمام أخي ياسر وكان مغطيا لجميع وجهه لم ينكشف منه شيء فلا يظهر به بأس والله تعالى أعلم. المهم أن لا يكون على هيئة إيش نقاب أخي ياسر، لكن إذا كان يعني مجرد كمام فقط يعني يقوم مقام الغطاء فقط فلا يظهر لي به بأس والله تعالى أعلم. يعني طيب يا شيخ ما الفرق بين النقاب والكمام الآن في هذه الحالة؟ هو كذلك أخي ياسر، هو الآن النساء يلبسنا ماذا أخي ياسر؟ يلبسنا ما يسمى بالطرحة البسيطة التي تغطي الوجه لكن دون ما يكون فيها نقب للعينين. الآن من رأى هذه الأخت الآن هل يقول هي منتقبة؟ لا ليست لا يقول مشابهة. لا يقول أنها منتقبة أخي ياسر فيما يظهر لي، ويقول أنها لبست كمام، هي تريد فقط أن ترى لأنها حسب ما ذكرت الأخت صحيح الكريمة صحيح تقول عندني ضعف شديد في البصر في النظر فمجرد أن ألبس غطاء لا أرى شيء أي نعم، فما دام من هذه الحالة فلا بأس أن تلبس كمام وتحاول أن تغطي وجهها بقدر المستطاع دون ما يطلق عليها أنها قد إيش قد انتقبت. نعم. لو غطت حواجبها والله أخي ياسر هو الواجب دخلت هو الواجب أن تغطي هذا بحيث لا يعني بعض النساء حتى في أسفارهن وفي غيره تعتاض عن النقاب بالكمام ويكون فقط مغطي لخشمها أو لأنفها وفمها وتكشف عن جبينها وعن يعني هذا لا يجوز أخي ياسر، يعني واجب على المرأة أن تستتر في غير ما إحرام أخي ياسر، وكذلك في الإحرام بحضرة الرجال الأجانب. نعم. نذهب إلى بعض الأسئلة التي وردت لنا الشيخ راشد. هنا سؤال عن يقول السائل الكريم لوحظ حضور بعض الناس للمقابر بالبشوت أثناء الصلاة على الجنازة أو أثناء الدفن مما يثير تساؤلات من الناس من حيث عدم مناسبتها. والله أخي ياسر الحقيقة يعني ابتداء يجوز الإنسان يلبس كله ما هو مباح في المقابر، يعني ما دام هذا اللباس مباح لبسه في الحالة العادية يجوز لبسه في المقابر أخي ياسر، لكن الحقيقة ما أدري ما الداعي لمثل هذا اللباس، الإنسان ذاهب لكي يحضر جنازة ما الداعي لمثل هذا اللباس أن يلبسه مشلحا وما شابه ذلك، أنا أخشى أن يكون هذا من لباس إيش يعني الشهرة والانفراد الحقيقة، هذا لا ينبغي. أما ابتداء فلا يظهر اللباس، فلا أدري الحقيقة من المراد من لبس هذه المشارح حال إيش دفن الميت. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن حكم ذلك اللباس راجع للمقصد من لبسه وإلا في الأصل أن كل لباس مباح لبسه في أي مكان فالأصل كذلك إباحته حال إيش
دفن الميت، ما لم يكن هناك مقصد آخر خلف هذا اللباس فحينئذ يرجع الحكم لي لمقصد صاحبه من لبسه، والله تعالى فلا أعلم الحق. الحق لم يعني أرى أخي ياسر أن شخصا يأتي المقابر بمشلحه، وهذا كما أسلفت راجع إلى مقصد من لبسه، والله تعالى أعلم. في سؤاله الثاني نريد تفصيلا في مسألة جمع صلاة الجمعة مع العصر. جمع صلاة العصر مع الجمعة في حق المسافر في محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال هي مما يجمع معه صلاة إيش العصر. أولا يقال ليس على المسافر إيش جمعة، ليس على المسافر جمعة ابتداء، لا يجب على المسافر أن يصلي إيش الجمعة، إنما يصليها ظهرا ركعتين. لكن فيما إذا صلى الجمعة هل يجوز له أن يجمع مع العصر؟ المسألة محل خلاف الحقيقة، وفي نظري أن الأمر في ذلك إيش واسع. وإن احتاط المسافر ولم يجمع فلا شك أنه خرج من الخلاف. لأن بعض العلم يقول لم يعلم بأنه صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه جمع العصر مع الجمعة، والجمعة ليست على غرار صلاة الظهر كما هو معلوم. والبعض الآخر يقول أبدا، صلاة الجمعة هي مكان صلاة إيش الظهر، فيصلى معها ما يجمع مع الظهر وهي صلاة العصر. فالذي يظهر لي والله تعالى الأمر في ذلك إيش واسع، وإن تركه المسلم خروجا مع الخلاف فذلك أولى وأحوط في حقه. لكن ابتداء كما أسلفت ليس على المسافر إيش جمعة، بمعنى لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن لو صلى الجمعة صحت منه والله تعالى. لأن الإقامة أخي ياسر هو شرط وجوب لصلاة الجمعة، ليس شرط إيش صحة، بمعنى أن شرط الإقامة هو شرط وجوب لصلاة الجمعة وليس شرط إيش صحة. بمعنى أن من كان مسافر لا تجب عليه إيش صلاة الجمعة، لكن لو صلى صحيح صحت منه، لأن يعني ليست شرطه صحة إنما شرط وجوب، والله تعالى أعلم. نعم. أحمد عبر فلا أرى أخي ياسر أن يشدد في مثل هذه المسائل حقيقة، أن أشوف أن حقيقة بعض الإخوة يشدد في هذه المسائل ويرى بأن مثل هذه المسائل هو محسوم الحقيقة، يرحمك الله، يرى أن مثل هذه المسائل قد حسم أمره، وحتى أنه ينكر على من جمع بين العصر والجمعة. فلا أرى الحق في هذا إنكار، لأنها من قبيل مسائل إيش الاجتهاد، فالأمر في ذلك واسع والله تعالى. والمسألة محل الخلاف، فمن جمع فله ذلك أخذا بقول من جمع، ومن لم يجمع احتياطا فله أيضا فله ذلك، والله تعالى أعلم. أحمد عبر إكس يسأل عن من توضأ ولكن يدافعه الأخبثان، وأيضا أجلكم الله الريح، هل يبطل وضوءه؟ ما دام أنه لم يخرج منه ريح ولم يخرج منه ما يخرج من السبيلين فوضوءه إيش صحيح. لكن يكره كراهة شديدة في حق المصلي أن يصلي وهو يدافعه إيش الأخبثان أو الريح. ذاك جاء في الحديث لا صلاة يعني لحاقب ولا حاق، والحاقب هو الذي يدافعه إيش الغائط، والحاق هو الذي يدافعه إيش البول. فيكره في حق المصلي حقيقة أن يصلي وهو قد حقن أو حقب، بمعنى أن منع بوله أو غائطه، لأن ذلك مما يذهب إيش الخشوع صحيح. ويكره في حقه كراهة شديدة، لكن ما دام أنه لم يخرج منه شيء فوضوءه إيش صحيح وطهارته صحيح. باقية، بمعنى شخص أخي ياسر يعني به حسر من البول حاقن ولم يخرج منه بول، هل يبطل وضوءه؟ لا وضوءه صحيح، لكن يكره في حقه كراهة شديدة أن يصلي وهو إيش حاقل، لأن ذلك ما يذهب الخشوع. معلوم بأن من حقن بوله وحقب غائطه لا شك أنه ذلك يشغله عن الخشوع في صلاته، والله تعالى أعلم. هنا سؤال الشيخ يقول هل الدم الأسود تحت الظفر الذي يبقى لفترة طويلة المتجمع هنا الذي يعني يكون جرى ضربة معينة يعني كدمة أو ضربة وحتى طال الظفر واستطعت إزالته نجس يفسد الوضوء، يعني ماذا هل يقصد توضأ ثم قام بإزالة هذا الدم الأسود أو أنه من اليسير المعفو عنه؟ لا أخي ياسر أبدا، هذا لبه شيء من الوسوسة أخي ياسر الحقيقة فليس لذلك أثر وضوء، الوضوء صحيح والله تعالى أعلم، وليس هذا من الدماء إيش النجسة. وحتى على الصحيح أخي ياسر بأن خروج الدم من المسلم وهو طاهر لا ينقض إيش وضوعه، لا ينقض على الصحيح من أقوال العلم، والله تعالى أعلم. فيصل سأل عن صحة حديث الأعمى واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث الأعمى؟ لا أعرف الحقيقة ما نص الحديث،
طيب لعلك فيصل ترسل نص الحديث. نص الحديث ما الذي يريد بحديث الأعمى الذي يستشعر؟ والله أنا لا أعلم كذلك. هل يقصد به مثلا قصة ابن أم مكتوم أو يقصد ماذا يريد؟ طيب لعل فيصل يعني ماذا يريد؟ فإذا إذا كان نص الحديث موجود فلا بأس نجيبه. نعم. إن شاء الله. نعم. تعالى جنات تقول ماذا يروي ماذا ينوي المرء عند صلاة ركعتين بعد إشراق الشمس؟ يعني مسألة النية و أنا أخشى الأمر فيه. لا أخي ياسر أعرف ماذا تريد. أيه؟ الأخت الكريمة تقول هل الإشراق صلاة تخصه؟ أيه؟ أخي ياسر ليس الإشراق صلاة تخصه، إنما هذه سنة إيش؟ الضحى. الضحى. أيه؟ الضحى وليس بعد الإشراق مباشرة. ليس بعد الإشراق مباشرة. أيه؟ تعرف أن 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 وقت الفجر يبدأ من خروج الوقت الصادق، الفجر الصادق الفجر الثاني، إلى أن تشرق إيش؟ الشمس. بعد ذلك يبدأ وقت إيش؟ الضحى. النهي. النهي. إيه؟ إلى أن ترتفع الشمس إيش؟ قيدة رمح، يعني بعد الشروق بعشر دقائق إلى ربع ساعة تقريبا. يشرع بعد ذلك صلاة إيش؟ الضحى أو الضحى، ما يسميه عوام الناس بصلاة إيش؟ الإشراق. هذه الحقيقة هي ذاتها سنة إيش؟ الضحى. فالأخت يبدو لأنها تسأل تقول ماذا أنوي بهذه الصلاة، هل هي سنة الضحى سنة الإشراق؟ هي الحقيقة سنة إيش؟ الضحى. وإذا أراد أن تدرك الفضل في أن تصلي الضحى في وقتها الفاضل الذي هو عند اشتداد حر الشمس، فإن تصلي ركعتين مرة إيش؟ مرة أخرى. لأن يعني الصحيح أن ركعتي الضحى ليس لها حد لي، أو أن صلاة الضحى ليس لها حد لي لأكثرها، والله تعالى أعلم. صورة خياسة ماذا تريد الوقت؟ نعم. هي ليس وسواسا، لا هي لا تقول هل هذه الصلاة هي صلاة الضحى سنة الضحى أم أنها سنة إشراق خاصة؟ ايه. بمعنى من جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل وانتظر الشمس حتى تشرق ثم ارتفعت قيد رمح ثم صلى ركعتين، هل يصدق عليه أنه صلى الضحى أو لا؟ نعم يصدق عليه أنه صلى ركعتين الضحى، والله تعالى على يريد فضل أجر عمرة تامة، حينئذ يحصل له هذا ويحصل له هذا، والله تعالى فضل الله عز وجل واسع واسع سبحانه. نسأل الله من فضله. في سؤالها الثاني، هل يوجد سنة للعصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وماذا ينوي المرء عند صلاة السنة؟ والله ناخذ فعلاً يبدو أن أخي ياسر مسألة النية وتقدير. على كل حال ما بعد العصر وقت ويش؟ إحنا نريد أن نقطع الباب. إيش؟ أي نعم. ما بعد العصر وقت ويش؟ نهي كما هو معلوم. لكن إذا كانت تقصد ما قبلها، جاء في بعض الأحاديث رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر، والحديث الحق فيه مقال أخي ياسر، فبعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. وعلى كل حال إذا صلت أربعا فلها فضلها، وفضل الله عز وجل واسع. لكن ليست من السنن إيش؟ الرواتب. أيه. هذه الأربع التي قبل العصر ليست من السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب على الصحيح هي 12 ركعة، أربع قبل الظهر واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل إيش؟ الفجر. أما العصر ليس قبلها وبعد سنة إيش؟ راتبة، إنما هذه سنة تتعلق وتخص صلاة العصر، والله تعالى أعلم. نعم. هنا سؤال لا أعلم هل هو رجل أو امرأة، لكن الصاعدي هكذا اسمه الصاعدي. السلام عليكم، جدتي نذرت بالصيام لمدة شهر كل سنة ولكنها لم تستطع الصيام، فما كفارة هذا النذر؟ أولا وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته للأخ سلم في سؤاله. صحيح. ثانيا أخي ياسر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. فيجب على جدتك أخي ياسر أن تفي بهذا النذر. أخي ياسر بعضهم يقول لم تستطيع، يعني أنها شق عليها، وهنا إذا كان مجرد مشقة فيجب عليها أن تفي بنذرها، أما إذا كان عدم استطاعة فعليها حينئذ أن تكفر عن نذرها كفارة إيش؟ كفارة يمين. لأن أخي ياسر بعضهم يوجب على نفسه ما ليس واجب عليه بأصل الشرع وهو النذر، ثم إذا وجد فيه نوع من المشقة قال لم أستطع، وهذا ليس صحيحا أخي ياسر. فيجب عليه أن يفي بنذره، يجب أن يفي بنذرها، أو تفي هذه الأخت الكريمة بنذرها. أما إذا لم تستطع البتة أخي ياسر واعس، يعني بحيث لمرض أو كبر، فحينئذ تكفر عن نذرها كفارة إيش؟ كفارة يمين، والله تعالى. ثم أنني أقول أخي ياسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك عامة العلم على أن النذر هو من قبيل إيش؟ المكروه الحقيقة. وعلى المسلم الحقيقة لا ينذر ابتداء حقيقة،
وأن يتقي الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه ابتداء، ثم بعد ذلك يأتي بالمسنونات، وإذا أراد أن يشكر الله عز وجل أمر فيأتي به دون ما إيش، دون ما نذر. الحقيقة النذر فيه تحميل للنفس ما لا يجب عليها بأصل بأصل الشارع. وذاك نفس المسنونات سماه قال هو النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، من البخيل. وذاك خلاصة القول في هذا إذا كان مجرد مشقة فيجب عليها أن تفي به بنذرها، أما إذا كانت لا تستطيع إما لمرض أو كبر شديد وأصبحت نضوة الخلقة يعني ضعيفة الخلقة، فعليها حينئذ أن تكفى كفارة يمين عن نذرها أو عدم وفائها بنذرها، والله تعالى أعلم. إذا نقول لمن يشاهدنا يعني أضبط انفعالاتك، يعني لا أثناء الفرحة أو أثناء الحزن الشديد نذرا علي نذرا، يعني حالة حال الطلاق يا شيخ يعني نفس لا شك يا أخي ياسر، اليوم النذور ما أكثر ما أسأل عنها حقيقة. وكما قال نفسي النذر لا يأتي بخير، بخير إنما يستخرج بنا البخيل. فالمسلم بعضهم يقول شكر لله عز وجل، هي أشكر أشكر يعني المسلم مأمور بشكر الله عز وجل والثناء عليه وحمدي على جميع أحوالي محمد. فإذا أردت أن تشكر الله على فعل ما فأتي به دون ما يشأ دون نذر، دون ما نذر، دون ما نذر، لأن النذر لا يأتي بخير ولا يقدم قدرا ولا يؤخر ويش قدرا حقيقة. لكن متى ما تجدت لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة فاشكر الله عز وجل كما تريد. يعني بعض الناس يقول أنا أريد، نعم نقول إذا تحقق لك هذا الأمر فاذبح لله شكرا لله عز وجل فقط لا غير، دون نذر، دون ما دون تنذر. نعم دون أن تنذر، لأن النذر توجب عليك واجبا ليس واجبا عليك بأصل الشرع، ثم يعني تحمل ذمتك ما لم تتحمل ابتداء بأصل خطاب خطاب الشرع. لذلك جماعة من العلم يرى بأن نكرم أن النذر مكروه، أن النذر مكروه، ثم تتعلق بذمته إذا لم يفي بنذره يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. نعم. وإن كان في ابتداء ليس واجبا، ليس واجبا، فالمسلم مأمور الآن ابتداء أن يأتي بالواجبات، ولا أحب أن يتقرب الله عز وجل إليه مما أوجبه على عبده. صحيح. ثم بذلك يأتي بالنوافل. صحيح. في إرادة أن يستزيد يستزيد من الخيرات، لكن لا يوجب عليه شيئا وليس واجبا عليه بأصل بأصل الشرع. نعم. نجم يقول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس أو في التلفاز هل تكفي الصلاة عليه في القلب أم لا بد من التلفظ؟ لا، القلب الذكر بالقلب ليس ذكرا أخي ياسر. الذكر بالقلب ليس ذكرا، لا بد أن يرافق ذلك تحريكا للشفتين. نعم واللسان. نعم، سواء كان ذلك في الصلوات أو خارج الصلوات أو فيما يتعلق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك إذا كان في القلب دون ما تحريك للشفتين فليس ذكر، إنما ذلك حديث قلب ولا عبرة ولا عبرة به. إنما الذكر المشروع الذي يأتي به المسلم يكون بتحريك إيش؟ شفتيه، والله تعالى أعلم. فاللهم صلي وسلم عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. نعم. نختم بسؤال الأخت فهيمة، وأيضا يتعلق فيما في أمور الدماء الطبيعية بالنسبة للمرأة. تقول الأخت فهيمة: شيخنا، من المفروض أن موعد حيضتي وأنا في الأيام الأولى، ولكن ينزل علي أحيانا قطرات دم خفيفة وأحيانا إفرازات بيضاء، فلا أعرف هل أصلي أم لا، بالإضافة أن يصاحب ذلك غثيان وصداع. أخي ياسر، ما قبل الحيض من الكدر والدماء، ما قبل الحيض من الكدر والصفرة لا يعد إيش؟ لا يعد ما قبل موعده، ما قبل موعد الدورة الشهرية. نعم. وحتى وإن اتصل بها أخي ياسر واشتكت المرأة هل هي حيضة أو لا، نقول الأصل عدم إيش؟ عدم الحيض، فلا يكون حيضا إلا عندما تتيقن المرأة أن ذلك إيش حيض، لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم. ومعلوم بأن المتيقن والحالة هذه ما هو يا شيخ؟ طهارة المرأة. إذا الأصل الطهارة، الطهارة، فتبني على هذا اليقين حتى تتيقن بأن الدورة قد إيش قد بدأت. فإذا بدأت الدورة فعلا، وتعرف النساء بدأت الدورة على وجه اليقين، فإذا بدأت الدورة يقينا فإن حينئذ تعتد به، يعني خلافا لما بعد إيش؟ بعد الدورة. فما بعد الدورة يعد له حكم الدورة ما لم يفصل بينه وبين الدورة إيش طهور. واضح أخي ياسر؟ نعم واضح. أقول الكدرة والصفر والكدر قبل الدورة لا يعد من الدورة على الصحيح، على صحيح أقوال العلم. نعم. لأن الأصل ما هو؟ الطهارة. الطهارة، فإذا بدأت الدورة يقينا تعتد بذلك أنه إيش؟ أنه دورة. نعم. أما بعد الحيض، بعد انتهائه، ما ارتبط به واتصل به من كدرة وصفرة فهو في حكم إيش؟ الحيض. الحيض، لأن الأصل ما هو؟
الحيض طهارة، عدم الطهارة الحيض، فيأخذ حكمه حينئذ ما لم يكن بينه وبين الحيض إيش فاصل. وذلك تقول معطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر بعد الطهر شيئا، لابد من وجود بمعنى لو اتصلت قبل الطهر فهي في إعداد إيش الحيض، كذلك ما قبل الحيض في إعداد إيش الطهر، والله تعالى يعني. وبهذا ترتاح النساء أخي ياسر، صحيح. يعني بعض النساء تضطرب تقول هل بدأت دورتي أو لا، نقول تيقن الطهارة حتى يرتفي ذلك اليقين وتتيقني بعد ذلك بدء دورتك، وبهذا تطمئن النساء على صحة أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم. نعم شكرا لكم دكتور، الله يحييك أخي ياسر، وصلى الله عز وجل يجعل هذا اللقاء ذخرا لنا يوم لقائه جل وعلا في ميزان حسنات الجميع، إنه أكرم مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سدي العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي.